ومعانا الأستاذة صفا من دمياط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا عندي سؤالين وأدعي لكم دعاء. طيب اتفضلي يا السؤالين. شيخنا، في صورة اللي هي صورة قول الله أحد، اللي كان في صحابي من الصحابة بيحبها يعني وأدخلته الجنة. طيب، سمعت بعض العلماء بيقولوا إن إحنا نقرأها بعد الصلاة، بعد كل ركعة نقرأها بقى في الـ4 ركعات ولا في الركعتين الأولانيين يعني قصدك بس نقرأها بعد الفاتحة بعد في كل ركعة؟ القراءة؟ لا، قل هو الله أحد. طيب اتفضلي، يعني هو بيقول إن نقرأها بعد السورة في كل ركعة، طيب كملي السؤال اللي بعده. طيب، السؤال اللي بعده، صلاة التوبة نصليها كل يوم ولا كل ليلة ولا تتصلى ازاي حاضر يعني؟ أجاوب حضرتك. وأدعي لكم يا اتفضلي. رب سلمكم من كل سوء، يا رب. واكتب لكم النجاة، يا رب. وارزقكم حسن الظن به، يا رب. ونور لكم الطريق المستقيم. يا رب. اللهم ثبتكم على الحق والإيمان، آمين. وأجركم من عذاب النار، يا رب. واجعلكم مع الأبرار، يا رب. ووسع عليكم بالرزق الحلال في يا كل رب. مكان. يا يا رب. ربي يا كريم، أحفظكم ومن عليكم برؤية الحبيب، صلى الله وتقبل عليه وآله منكم وسلم. كل أعمال الخير، واجعلكم من المخلصين يا رب العالمين. آمين آمين. جزاك الله خيرا يا أستاذ صفاء. احنا السؤال الاولاني انت بتسالي هل مساله ان هو من المستحب ان احنا نقرا سوره الاخلاص في كل ركعه؟ لا، هذا لم يرد، ولكن اذا فعله الانسان لا تبطل صلاته. يعني هو اذا كان مع كل سوره هيقرا سوره الاخلاص لا باس. هي اللي خلى الناس نما الى نفسها كده ان الصحابي كان بيعمل كده. يعني الحديث كما ورد في الصحيح كان يفعل هذا في الصلاة، يعني هو كان يقرأ بسورة الإخلاص مكان السورة في كل صلواتي. فهم راحوا اشتكوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائتوني به. فقالوا أنت ليه بتقرأ بقول الله أحد في كل الركعات وفي كل في كل الصلوات، يعني في الصلوات اللي في الركعات اللي فيها الركعات الصلوات الرباعية والصلوات وصلاة المغرب. فقالوا لأني أحبها. قال فأخبروه بأن الله يحبه. فهو لأنه كان بيعمل كده مكان السورة، مش كان بيقرأ الإخلاص مع السورة، ولذلك لو هو فعل كده صلاته لا تبطل. لكن ده من المستحب، لا ما وردش بيها أن هي مستحب أنه يعمل كده في كل ركعة من كل بعد قراءة السورة، لا ما يعملش، ما وردش أنه يعمل كده. لكن لو فعل كده، عشان بس المسألة، لو فعل كده هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن القرآن، لأن الصلاة فيها تلاوة القرآن. السؤال الثاني هو صلاة التوبة. صلاة التوبة صلاة يصليها الإنسان لما يحدث له من قلبه عندما يحس بأنه يحتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيصليها مرة في الأسبوع، ومرة في الشهر، ومرة في السنة، وكثير من الناس بيصلوها مرة كل يوم. فده كله جائز وليس فيها أي مانع، فيمكن أن تفعل هذا وليس هناك أي مانع.